زيدان تاني والمرتدة زيدان جول والجول التاني مش ممكن يا زيدان. بوم وهو جول وهو جول مش ممكن. حاضر يا دي اللفة حلو كده. هتحكي لنا ايه ذكرياتك مع كاس الامم؟ كاس امم افريقيا بالنسبه لي 2006 و2008 كنا بننزل على طول نتفرج مثلا على الماتش. انا ماليش في الكوره قوي بس لازم في كاس الامم مصر بالذات بتلعب كنت بنزل اتفرج وكده. نزلت مسكت الاعلام وجبنا فيروس الله قعدنا نولعه. كنا بننزل بالشماريخ وكده وبنقفل الدنيا. نزلت معاهم كان في المهندسين يعني مش احنا لوحدينا ممكن ناس ما نعرفهاش قاعدين بتهيص وقاعدين بقى مثلا بنلف بالعربيه بنرقص بنعمل اي حاجه زي كده. وفكره ان الناس كلها تتجمع مع بعض ويبقى في حاله الروح العامه اللي عند الناس دي ان هي بيشجعوا حاجه هي مش فكره الكوره هي فكره ان الناس كلها تبقى مسيطر عليها فكره واحده. وايه الهتافات اللي كنتوا بتفكرها؟ قالوا كان عايزين ياخدوه مش قوي جدا. بالنسبه لي كل الامم الافريقيه حسن شحاته. بعديها مفيش. انا صح. طيب خد بقى علق لنا ايه على ال علق ازاي؟ مدحت شلبي؟ انا؟ انت كنت كده؟ اكيد مش هعمل زي مدحت شلبي. ليه اعمل طيب؟ لا مدحت شلبي ده عايز موال. مدحت شلبي ده كبير في ابهات وحاجات كتير عند مدحت شلبي. ودي دايما ماشي بالكوره. يا نهار ابيض يا ابني. احمد حسن واقف زيدان يقطع كرة زيدان عند ابو تريكا زيدان لسه ابو تريكا. يلا يا ابني يلا يا حبيبي. ايوه يلا زيدان يا زيدان. بطل افريقيا المنتخب المصري يطلع زيدان والهجمه المرتده يلعب لوادي زيدان تاني والمرتده هو يجري يعمل سبرنتات عشان يشوف وفي نفس الوقت بيكون رجله مظبطه عشان يشوط الكره عادل يجيبها في الجون. والجون الثاني مش ممكن يا زيدان. هوبا وهو جون وهو جون. وغير كده جون وانت لسه بتعلم كل رجله. زيدان جول الجول الثاني للمنتخب المصري. زيزو الله عليك يا زيزو مش ممكن. هدف جميل من عبد ربه هيركنها له لمين ولا شماله طوشه وجابها على شماله. الله حسن انا جول. هتكلم على التاريخ بتاع كاس الامم الافريقيه ولازم الناس كتير تعرف ان مصر هي اللي حطت اول كاس الامم الافريقيه وهي اللي دعت لانشاء عندنا دوره كاس الامم الافريقيه وكانت في البدايات بتاعتها اشتركت ثلاث دول كان من ضمنهم مصر واحنا اللي حصلنا على الكاس. يا جماعه هنكسب ولا مش هنكسب؟ عايزين نفرح بقى لازم نكسب والنبي. زيدان متعب زيدان الثاني. انت مصري وابن مصري وزيدان الله عليه. زيدان هو 80% من الهدف. شوف اصرار زيزو شوف تبديل ابو علي شوف عرضيه ابو كريم يا عيني على الكلام والدلع. ابو تريكا it's in it's all over ابو تريكا next it.